نبدأ على بركة الله في مواصلة دروس تاع السطوح المستوية للسنة الأولى متوسط. تعالنا الشكل الثاني هذا عبارة عن ماذا؟ مربع. مربع. المربع قلنا سابقا أن له أربع زوايا قائمة وأربع أضلاع متقايسة. إذن المربع هو عبارة عن شكل مألوف، عنده مساحة وعنده محيط. إذن مساحة المربع ومحيط المربع. مساحة المربع ماذا ولا المساحة كيف نرمز لها؟ المساحة كيف نرمز لها؟ المساحة، المساحة كيف نرمز لها؟ بأس تساوي ماذا؟ أ في أ. الأ هو عبارة عن ماذا؟ عن ضلع، طول الضلع. إذا محيط المربع، المحيط كيف نرمز له؟ الضلع، المحيط بي. أي كيف نرمز له؟ ولا المحيط ماذا يساوي؟ أ في أربعة، ولا أربعة في أ. أي نطبق هنا، خصنا مساحة المربع. المساحة ماذا تساوي؟ شو قلنا؟ أ في أ. قلنا دائما نكتب العبارة تاعنا، نكتب القانون، القاعدة تاعنا. شو تساوي؟ خمسة في خمسة. إذن المساحة كم تساوي؟ 25 سنتيمتر مربع. دروك نروحوا المحيط. المحيط قلنا كي نرمزوا له بي. محيط المربع ماذا يساوي؟ أربعة في أ. أربعة الأ كم يساوي؟ خمسة. إذن المحيط شحال يساوي؟ 20 سنتيمتر. صحيح؟ ننتقل إلى الشكل الموالي. دينا أشكال مختلفة في وضعيات مختلفة. إذن المساحة ماذا تساوي؟ مساحة ماذا تساوي؟ تساوي أ في أ. كم تساوي؟ سبعة في سبعة. شحال تساوي؟ 49 سنتيمتر مربع. سبعة في سبعة 49 وليس 42. المحيط كم تساوي؟ أ في أربعة، هي أربعة في سبعة، طول الضلع راها سبعة. إذن المحيط شحال يساوي؟ 28 سنتيمتر. الآن ننتقل إلى الشكل الأخير. المساحة تاعه قلنا القانون شادير، راك تشوف كل مرة نعاود نكتب في القانون. أ في أ كم تساوي؟ 8 في 8 وكم يساوي؟ 64 سنتيمتر مربع. ما ننسوش الوحدات. المحيط بي يساوي 4 في أ، اللي هي 4 في 8. إذن ممتاز، 32 سنتيمتر. We'll be right back.